اهلا وسهلا، معاكم مشاعل التركي. اليوم حابه اوريكم منتج جديد من ال جي، هو واش تاور او برج الغسيل. طبعا المنتج عباره عن غساله ونشافه في بدي واحد. اول حاجه عجبتني في المنتج اللي هي لوحه التحكم اللي بالمنتصف، اللي بتسهل لي استخدام الغساله والنشافه، وكل هذا بمستوى طولي. يعني تخيلوا معايا لو غسالة ونشافة عادية ولوحة التحكم فوق، كيف حعاني في استخدامها. ثاني حاجة هو حجم المنتج، وهو أكبر سعة في السوق. الغسالة 21 كيلو والنشافة 16 كيلو، اللي من خلالها أقدر أغسل كمية مرة كبيرة من الملابس. والغسالة فيها نظام الذكاء الاصطناعي، بحيث تحط الملابس وهي اللي تحدد نوع وزن الملابس وتختار البرنامج المناسب للملابس اللي موجودة. وهذه الميزة تقلل من الضرر اللي يحصل على الملابس ويخليها تجلس معاكم وقت طويل وكأنها جديدة. يعني ببساطة ما أحتار في اختيار البرنامج، كل اللي علي أحط الغسيل جوا الغسالة، وكمان هنا أحط مسحوق الغسيل وأضغط زر التشغيل، وبكده الغسالة تقدر تحدد لي نوع البرنامج المناسب للملابس الموجودة. وكمان بالنسبة للنشافة، بمجرد ما أخلص غسيل وأحط الملابس في النشافة وأضغط زر التشغيل، أوتوماتيك راح يظهر لي نفس البرنامج في النشافة، وهذه هي حركة الاقتران الذكي. ولو كنت مستعجلة أقدر أوفر وقت، لأن نظام التيربو ووش 360 يعطي غسيل قوي بس في 30 دقيقة، وده بسبب أنه في 5 رشاشات لضخ الموية. فمو بس كده، أقدر أغسل غسيل سريع بس في 15 دقيقة، والتجفيف السريع بس في 45 دقيقة، يعني ساعة والعباية تكون نظيفة وناشفة وما تحتاج كوي. وكمان مع برنامج ثانك يو أقدر أشبك الغسالة وأتحكم فيها وكل منتجات ال جي، سواء كنت داخل البيت أو خارجه، فقط عن طريق ربطها بالواي فاي مع برنامج ال جي ثانك يو. منتج برج الغسيل من ال جي من أفنن وأرهب المنتجات اللي لازم تكون عندكم. مميزاتها جدا رائعة وحجمها مرة حلو.